الأبرة التفجيرية. في هذا الفيديو راح نعرف ما هي الأبرة التفجيرية، تعريفها، جرعة الأبرة التفجيرية، فائدتها، موعد عطاؤها، موعد الجماع بعدها، أنت متى يحق لي إجراء تحليل الحمل. أول شيء، شنو هي الأبرة التفجيرية؟ الأبرة التفجيرية هي هرمون يشبه هرمون الحامل البيتا CG. الجرعة تعتمد حسب الوزن، يعني انت وزنك ضعيفة يحق لك أبرة، أو شوية متوسطة أبرتين، أو أسمن تحط لك 3 أبرات حسب وزنك. يبقى تقول أنا لا، وزني مثلا قليل وخذيت جرعة أكبر راح أستفيد من هاي الجرعة؟ لا، ما تستفيد. يصير شيء يشبه بالانفجار، تنفجر البيضة وما يصير لها أي نفع. يعني فشي زيتي ظليتي تضغطين عليه ينفجر. فالأبرة تكون حسب الوزن. فائدتها شو تسوي الأبرة التفجيرية؟ اكو هواي يغلطون يقولون هي لا تنضج البيضة او ما شابه. لا، الأبرة التفجيرية فقط تكسر الغشاء اللي يحيط بالبيضة، يكسر الطبقة اللي تحفظ البيضة، يساعدها على الخروج بوقت انت تحددينه والدكتور يحدده، حتى يكون ملائم لعملية التلقيح، والبيضة تصبح مهيئة لاستقبال الحيمنة في قناة فالوب. اذا ها هي فائدتها، ماكو شيء اسمه نضج او ما شاء. لا، هي تهيئ تساعد على كسر الجدار اللي يحيط بالبيضة، ويكون تلتقي بالحيمنة بوقت ملائم نحددينه، حتى ما تروح فرصة التبويض. موعد عطاها، انت تعرف عندنا اول يوم بالدورة تبدي تحسب منا تحسبين، نعرف ان التبويض يكون يوم 14. بهاي الفترة وصلت البيضة الى مرحلة نضج تامة، فاحنا راح نعطي الأبرة التفجيرية يوم 14 حتى البيضة تخرج تسمح بالتلقيح. بعدها ثابت هو كل أبرة تفجيرية تعطي يوم 14؟ لا، ما ثابتة. أول شيء تعتمد على دورتك إيش قد، ممكن أكو بيها 36، أكو 40 يوم، أكو تتأخر، أكو لا أقل. فإحنا نعتمد بالإعطاء الأبرة التفجيرية نعتمد على حجم البيضة. إذا حجم البيضة أصبحت ملائمة 18 إلى 22 ملم، بهاي الوقت تعطين أبرة تفجيرية متى كان حجم البيضة ملائم لاستقبال الحيمنة وتكوين جنين. ما يهم أي يوم بالدورة، المهم هي حجم البيضة، لأن يعني إحنا راح نسوي عملية تبويض صناعي بإعطاء هاي الحقنة. يبقى موعد الجماع بعدها، الفترة تكون فيها بعد ما ضربين الأبرة التفجيرية 36 ساعة، بعد 36 ساعة راح تخرج البيضة من غشائها. لازم يكون موعد الجماع بعد 36 ساعة حتى يحقق عملية التلقيح وتكوين جنين. قلش تحليل الحمل بعد انتهاء موعد الدورة. ليش؟ لأن الأبرة التفجيرية ممكن تحتوي هرمون الحمل، ياهو البيتا CG. فأنت من تحللين لو بعد بهاي اللحظة ضربت الأبرة وحللتي، راح يطلع التحليل إيجابي بغض النظر عن وجود حمل أو لا. فأفضل الوقت بعد ما تنتهين تفوت موعد دورتك أو بعدها تبش كم يوم تسوين هذا التحليل، إلا تقولين عليه تحليل إيجابي. خلال هاي المدة من ضربك الأبرة لحد بداية دورتك الثانية، خلال هذا المدة كلها يكون تحليل إيجابي بسبب وجود هرمون الحمل. فأي شيء تسوينه، أي تحليل مهما كان، أي تحليل رقمي، تحليل أدرار من هاي الكتات، كلها راح تطلع موجبة بسبب هو أصلا أنت مطينش بيتا CG تساعد على خراج البيض. شكرا.